مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد على جد مقربة من رويال إير ماروك، الخطوط الملكية المغربية اللي المغاربة سمعوا 30 طيارة، الكل فرح، الكل يتنبأ لتتمة التحدي اللي خدا المنتخب المغربي الركراكي ومن معاه تحت شعار ديروا النية. مشاهدينا الكرام معايا ناس اللي الطموح ديالهم والغيره ديالهم على الوطن غيمشيو لقطر، خداو واحد الاطار تنظيمي محض، جاوا في حدود السادسه صباحا، نظموا الاطار من اجل الكل يكمل الاجراءات ويخدموا بواحد المنهجيه محكمه من اجل الناس انها كلها تاخذ تذاكر وتمشي لقطر. كيفاش تمت العمليه في هذا العدد الكبير ديال المواطنين في اطار تنظيمي محض، الكل يتنبأ بالنتيجه؟ غادي نشوفوا الامور كيفاش كدوز الان. خديتي البادره انت الاول في التنظيم لهاد الناس، كل شيء تذكره، الكل مشي لقطر، الهدف روح المواطنه، القصه انت عارفها. كيفاش بديتوا هذا العمل اليوم؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. جيت لقيت الاخوان، كانوا جي ناس ما فضلتهم وجهكم، يعني كاين الناس صحابي هنا، جينا لقيناهم الحمد لله. درنا واحد الحاجه، لان كاع الناس عا كتجي وكتتعرم وكنتسناهم السلطات يديروا القانون يعني باش ينظمونا، ولكن الحمد لله حنا كانت عندنا بادره، واحد الاخ حتى هو كان عنده بادره، جبدنا ورقه وقسمنا السميات اللي كيوصل كنبهوه بانه خصو يكتب تميتو وخصو يشد الصف. هكا خلقنا واحد الروح ديال النظام وروح المحبه والموده بين الناس، وما يكونش هذيك الهستيريا، لان حتى هذيك الهستيريا داخله فيها حب الوطن والمواطنه والناس باغا تمشي وباغا تفرح. اي كنتوقعوا هذا الشيء، ولكن الحمد لله ملي درنا هذا النظام عاونونا السلطات المحليه وعاونونا تسي المدير، لانه الناس اللي كيب ديالهم ديال الوفا بوك ديال الخطوط رويال اير ماروك خدموا معنا مزيان والحمد لله، والامور انت كتشوفها ديجا سلسه، ما كاين لا صداع لا والو، وغادي حنا كنعاونوا. وعاد خدنا واحد ريبريزونتون خدناه لداخل باش درنا شاك ايكيب، يعني خدنا 10 افراد باش يدخلوا كلهم غيوليو 30 لداخل. خدينا كل واحد كيبريزونتي 10 الناس، وهكا ملي كيحتاج شي حاجه كيتواصل معنا بواتساب وكندخلوا ليه الفلوس والوثائق، والامور غاده سلسه الحمد لله ولله الحمد. بقى لنا غير البينه باش ناخذوه ونمشيو ان شاء الله. انت غادي تمشي ان شاء الله؟ ضروري ان شاء الله باذن الله. شي الحاجه اللي كتمنى انت ملي تمشي لقطر؟ انا اصلا اشتغلت في قطر في هاد المرافق اللي هما اللي كتقوم فيهم يعني هاد الايفنت، هاد كاس العالم. واش غادي نقول لك، الحمد لله قطر بلد عظيم جيد، يعني رحب بالجميع، وكنتوقع ان شاء الله مازال، لان هذا العام بدلنا العقليه والعام غنمشيو بعيد ان شاء الله. انا يعني انسان كي كنقول لك ما احنا ما كنهتموش اش داروا، ما كنهتموش اش دارت فرنسا ولا اش دارت كرواتيا ولا اش دارت البرتغيز. هنا عندنا ايكيب بحالو بحال 11 واحد كندخلوا كنتقاتلوا معاهم، خسرنا ربحنا كنبقاو شامخين الحمد لله. وبرضات الوالدين وبدعاوي الوالدين وبدعاوي جميع المغاربه والعرب والافريقيين، الله شاف من حالنا ورضى على ذوك الوليدات وشاف من حالهم، وربي ما بخيبهمش وغادي بالجهد. متواضعين احنا متواضعين، ولكن ما نسمحوش بحقنا. وليكيب الحمد لله راه ما نحطوش من شأننا، وعندنا تراث وعندنا تقاليد وعندنا تاريخ طويل بزاف الحمد لله، بالاداب غادي نوصلوا حتى الاخر ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الاخ كذلك، انت كنت من الصباح لهنا من اجل انكم تكملوا هاد، تنظموا الناس، تساعدوا بيناتكم من اجل كل ياخذ التذكره ديالو ويمشي. كيفاش دازت الامور؟ لا الحمد لله دازت الامور مزيان. حنا من 6 الصباح جينا، مع 6 الصباح لقينا الناس، شدينا الصف ديالنا، راه ما حلوا الاداره حلت مع 8 ونص، وهذا جا الامن الوطني اللي هو قام بالنظام، والامور كلها دازت مزيان. دخلنا قطعنا البيه ديالنا، خرجنا بخير وعلى خير. هاد الساعه شحال البيه هنا؟ 5000 درهم، ما كاين لا زياده لا نقص. شي واحد شي سمسار ولا هذا ما كاينينش السمساره، ما كاين اللي يوقف معاك ما والو، كتشد السيرفيس ديالك كتاخذ، جيب ديك لاكارت ديالك هادي هيا عندك، كتاخذ البيه ديالك ب 5000 درهم، ما كاين حتى مشكل. والحمد لله حنا غنمشيو وغادي بالنيه، اش قال الكراكي، غنمشيو بالنيه وغنجيبوا الكاس بالنيه، ضروري نجيبوا الكاس. علاش؟ لان حنا ما ناويينش نغلبوا هذا ولا نضربوا هذا ولا لا، غادي نجيبوا الكاس، غادي نجيبوه بلا لا يتزيل شي واحد. وعاش الملك. كنتمنوا لكم التوفيق. شكرا لك، الله يوفقكم يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا عدد كبير من المغاربه، الكل يرغب تذكره من اجل الولوج او الذهاب اذا صح التعبير لقطر، من اجل تقديم إضافة فيها دعم، فيها إحساس بالنداء ديال الكراكي، ديروا النية، ساعدونا، تمنوا لنا الخير في هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام الكل يتنبأ بمستقبل ظاهر كرة القدم المغربية، انطلاقا من سياسة
وليد الركراكي السياسه الذكيه البسيطه التي تميل بنسبه كبيره للانصات لجميع الاطراف اللي شاركوا في المونديال. مشاهدينا الكرام، لاعبي المنتخب المغربي خداو على العاتق ديالهم هذه المهمه، مهمه ماشي سهله، خداو التحدي. وليد الركراكي عدد كبير من المغاربه تبعوا الخرجات ديالو، له مستقبل ظاهر، حقق انجاز في التاريخ. مشاهدينا الكرام، سنين طوال لم يكن او لم تكن الفرصه لاي فريق عربي انه يوصل نصف النهائي، الا ان وليد الركراكي حطم التحدي والان الكل ينادي بكاس العالم. مشاهدينا الكرام، المغاربه في المغرب وخارج المغرب والدول العربيه كذلك، كل متحمس للنتيجه الهامه في الموضوع، لما لا المغرب يكون عنده كاس العالم. مشاهدينا الكرام، المغاربه لهم راي في الموضوع، الكل يضحي بالغالي والنفيس من اجل السفر الى قطر ومسانده اسود الاطلس. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الموضوع وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول الموضوع، نشوف اذا عنده شي اضافه. وغادي نجيبوا الكاس، عقلوا عليها، غادي نجيبوا الكاس بجا الله سبحانه وتعالى وبالنيه ديالنا الكامله كما قال الركراكي، سير بالنيه تربح. حنا ماشي باغيين، حنا حيدنا ديك الفكره ديالنا غنلعبوا مع هذا وهذا التسميات، لا، حنا غادي نلعبوا كره باش نجيبوا الكاس، صافي هادشي اللي كاين. ما بقاش ديك الفكره ديال المغاربه ديال اللعابه الاولين غادي لاعبين مع الارجنتين كتخلع، غادي يلعبوا مع البرتغال كتخلع، غادي يلعبوا مع رونالدو نو. دابا حنا غادي نلعبوا الكره باش نجيبوا الكاس وبالنيه، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. شكرا لك مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الموضوع وسوف نوافيكم دائما بالجديد. حنا الان كما قلت في السابق امام الخطوط الملكيه المغربيه، والطموح للمغاربه طموح ما عندوش نهاية، الكل يتمنى الولوج لقطر من أجل مساندة الفريق الوطني ولما لا الظفر بكأس العالم. مشاهدينا الكرام، وليد الركراكي ومنهجية الاشتغال والذكاء وما يعلم جيدا من أين تأكل الكتف، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تكوين راقي ومستوى في الكرة اللي يقدر يهيكل به لاعبين من أجل منافسة الأقوياء. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.